كيفاش اكيد تدرسيها مع دوا؟ في الاول اكيد انه ندير لمات هكا، يعني نتعاون هكا بيناتنا في الاسره، في الاخر ايتو، في الاحباب اللي ما لا ايتو، ولكن بزاف ما الثمن غالي. زدت شفت كاين جمعيه يعطيهم ان شاء الله، لا يعطيهم الخير ان شاء الله، هما اللي عاونوني. الجمعيه هذه ماشي هنا في فرنسا، سمعوا بيا وعاونوني، ولكن شغل ثقلت عليهم. وحاليا راني يعني في لو بوزوان باش نشريه. الدواء غير متوفر في الجزائر؟ غير متوفر، الدواء هذا غير متوفر في الجزائر.